المفوضية تعلن تسجيل نحو 160 شكوى وإبطال 208 ألاف صوت في إقليم كردستان. ووزير الداخلية التركي يكشف هوية أحد منفذي الهجوم في أنقرة. وأمير قطر يبحث مع بلينكن جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة. وبوتين يحذر من أن الشرق الأوسط بات على شفير حرب شاملة. والعلماء في كمبوديا ينجحون بزيادة أعداد تماسيح السيام المهددة بالأوساط.